بدأت الجولة بلقاء سموحة والمقاولين، واللي قدر فيه الفريقين انهم يحققوا الكلين شيت بعد ما تعادلوا 0-0. اما في تاني مباريات الجولة ففاز طلائع الجيش على فاركو بهدف فيكتوري بنيانجبا باسيست من محمد ناصف. وهنا في ملحوظة، نفس الجون اللي جه في فاركو عن طريق فيكتوري اللي عنده 18 سنة بس جاب زيه نسخة طبق الاصل قدام الزمالك في كاس الرابطة. وبكده يبقى طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش بقى عنده سلاح جديد اسمه العرضيات. افتكروا النصيحة دي علشان الأسابيع اللي جاية. وفي مباراة إنبي والاتحاد السكندري، جون إيبوكا اللي قلنا الحلقة اللي فاتت إنه بيقدم مفاجآت السنة دي في الدوري، بيعاقب كل الناس اللي رانت على مابولولو وما اختارتهوش، ومنهم أنا للأسف، عشان يسجل هدف فوز إنبي وياخد الست نقط. عشان المنافسة تشتعل مع محمد هلال من البنك الأهلي، وبيرسي تاو من الأهلي، وأحمد السيد زيزو من الزمالك، ومبلولو من الاتحاد السكندري. وطبعا مروان حمدي انفرد بالصدارة بعد هدف صاروخي في مرمى غزل المحلة علشان يتصدر الترتيب بست أهداف.